للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من بغداد هاتفيا دكتور خالد عبد الإله أستاذ العلوم السياسية بجامعة بغداد. يعني سيد خالد، بعد التحية، كانت كلمة رئيس الدولة العراقية برهم صالح قبل قليل تحدث فيها على أكثر من مستوى، إجمالا يعني إن كنت استمعت معنا إلى هذه الكلمة، هل بالفعل هذه الكلمة لمست المشكلات الحقيقية الموجودة في الشارع العراقي والتي أدت إلى خروج المتظاهرين، وهل وضعت روشتة للحل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لكم الجميع. أهلا بك مشاهدي قناتكم. يعني بالتأكيد نتوقع كلام السيد رئيس الجمهورية برهم صالح، هو يدخل في إطار الحل في العراق، هو في الإصلاح على المستوى التنفيذي والتشريعي، محاربة الفساد، يعني حتى مسألة الحديث عن الانتخابات المبكرة وافق عليها، ولكن بعد إيجاد البديل، بمعنى أنه ليس مع أن يكون هناك فراغ حتى استقالة السيد عادل عبد المهدي، وبدون أن يكون هناك شخص أو كابينة وزارية تستطيع أن تقدم الخدمات. وكأنما يتحدث بأن الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة هي موجودة وتفعل وتنفذ عندما يكون هناك رئيس للحكومة، لكن هذا لا يعني بان لابد ان يكون هنالك تغيير واصلاح. يريد ان يتحدث بخطاب واضح بان ليس هنالك مسار للحديث عن العنف واستخدام القوه، الحل في العراق هو حلا سياسيا، لذلك كانما يجدد دعوته الى القوه السياسيه لاجراء مؤتمر حوار وطني يتناغم بمستوى واحد مع دعوه الامم المتحده اليونامي ودعوه ممثله الامين العام للامم المتحده جنين عندما تحدثت الى هذا الجانب، ويتحدث باننا نقف على مسافه من الشعب العراقي او المواطنين العراقيين او المتظاهرون، هم لهم الحق فيما سعوا اليه وما طالبوا اليه، لذلك انا اتوقع هذه الكلمه هي تاتي في اطار حراك سياسي كان يسعى لاقاله عبد المهدي بدون ان يكون هناك بديل، لذلك تحدث عن اطر قانونيه ودستوريه باعتباره هو حامل الدستور العراقي. طيب يعني، ولكن هل حملت هذه الكلمة ما يتمناه وما ينشده أو ينشد أن يعني يستمع إليه المتظاهرون والغاضبون والمواطنون في الشوارع العراقية من رئيس الدولة في توقيت كهذا التوقيت؟ لا بالتأكيد، المتظاهرون يطالبون بأن يكون هناك حل للحكومة ومغادرة الجميع والحديث عن الأحزاب السياسية، لكن السيد رئيس الجمهورية لم يذهب بهذا الاتجاه، يحاول ان يبقى على مساله الحفظ الامن وحفظ الاستقرار النسبي في العراق، وبالتاكيد لا يذهب الى الخطوات يعني المتطرفه في اطار الاداء السياسي، لا يريد ان يقعد الموقف، لا يريد ان ينتخب قرار بعيد عن الاتفاق السياسي، الحكومه العراقيه التوافقيه التشاركيه، وقبل ان يتحدث بهذا الخطاب اجتمع ببعض القيادات السياسيه العراقيه على مستوى 10 من الزعامات العراقية، وتم التباحث ووضع نقاط الحروف في إطار هذا الجانب. أما الحديث عن مطالبة باستقالة الحكومة أو الدفع باستقالة الحكومة، فإنها أشار أن هناك آليات دستورية، وكأنما يعود مرة ثانية إلى البرلمان العراقي ويتحدث بأن البرلمان العراقي يمكن أن يتخذ مثل هذه الإجراءات عندما يفعل المادة 61 باستضافة رئيس الوزراء، وهذا ما عمده اليوم رئيس البرلمان عندما قدم طلبا الى رئاسه الوزراء لحضور رئيس الوزراء للحديث عن ما هي الاسباب والمسببات التي ادت الى سقوط عدد الضحايا والشهداء وجرحى يعني عدد كبير في العراق. وبالتاكيد هنا نتحدث عن جانب المساءله التي قد تدفع ببعض القوى السياسيه نحو التصويت حول اقاله شخصيه السيد عادل عبد المهدي ومع كابينته الوزراء. طيب يعني، ولكن يعني ذكرت دكتور خالد انه بالتاكيد الرئيس برهم صالح كان قبل القاء هذه الكلمه التقى بعدد من القيادات السياسيه المختلفه للتوافق حول مضمون او يعني الخطاب الذي سيوجه الى المواطنين. برايك هذا التوافق الذي تم بين القيادات السياسيه والرئاسات الثلاث يعني في هذا التوقيت، هل يرقى الى مستوى تطلعات المواطنين؟ يعني هل سيقوم بجعبه الحكومه خلال الأيام القادمة ما يمكن أن يمتص غضبة الشارع العراقي؟ يعني هنا نتحدث بأن القوى السياسية العراقية تتحدث معادلة، إذا تم يعني سحب الثقة
الحقيقه او استقاله الحكومه، يعني ان المتظاهرون سوف يبقون في ساحات التظاهر والاعتصام، وبالتاكيد هذا ما ترشح من استمرار التظاهرات والمطالبه بالتجديد من الاصلاحات، لان هنالك من يطالب ب يعني حل كل الاحزاب السياسيه في العراق والبحث عن قانون جديد للاحزاب السياسيه. المشكله في العراق تكمن في اطار انها مشكله في نظام ومنظومه، وبالتاكيد عندما نتحدث نظام بعد الانتفاخة قام من المحاصصه والطائفيه والقوميه والمذهبيه. الكل يحاول ان يعيد مره ثانيه الثقه الى المواطن العراقي وعوده الثقه مره ثانيه الى الشعب العراقي او المتظاهر صعبه جدا. لذلك يجب ان يكون هنالك نوع من الحنكه والحكمه في التعاطي والتعامل والعقلانيه بشكل حقيقي من اجل ان يكون هنالك حلا وسطيا يرضي الجميع. السيد برهم صالح كان الكل ينتظر بانه يسعى الى سحب الثقه او تقديم طلب الى البرلمان من اجل سحب الثقه عن السيد عادل عبد المجيد. القوى السياسيه رفضت هذا الجانب لان سحب الثقه يعني افراغا تنفيذيا وافراغا قد يؤدي الى تشريعيا، وهنالك اكثر من حل. هو الشيخ خالد برحيل رئيس وزراء دون السابقين الوزاريين، فريق يذهب بحل الحكومه بالجمله، فريق يذهب بحل البرلمان والحكومه، والفريق يقول حل الرئاسات الثلاثه بمجملها. ولكن انا اتوقع في الاجتماع الذي حدث هو يتحدث عن دعم الحكومه في الاصلاحات مع تشاور القوى السياسيه للرجال المدين عن السيد عادل عبد المجيد مع بقاء السابقين الوزاريين الى ان يتم الحديث عن تعديل او اقتراح احد الشخصيات لاداره ما تبقى مع الحكومه مع التمسك بالانتخابات المبكره، وهذا يتناغم مع دعوه التيار الصدري وسائرون في اطار هذا الجانب. طيب شكرا جزيلا لك دكتور خالد عبد الاله استاذ العلوم السياسيه بجامعه بغداد.